يأتي رمضان، وتحتفظ شاشة قناة مصر الأولى بموقعها في الصفوف الأولى، وتطل على مشاهديها بباقة شاملة من المتعة تضم أعمالاً درامية لكبار النجوم وبرامج جديدة وأخرى تكمل نجاح مواسمها السابقة، وتغطيات إخبارية مستمرة لأحداث مصر والعالم. تدخل القناة الأولى السباق الدرامي بأعمال لكبار النجوم، منها قصة الإمام الشافعي وحياته في مصر، فيستعرض مسلسل رسالة الإمام بطولة النجم خالد النبوي تفاصيل فقه الإمام واجتهاداته في مصر. أنا أوان اللقاء يا مصر. كما تعرض أعمالا أخرى منها مسلسل علاقة مشروعة للنجم ياسر جلال. الموضوع ده حل في إيدك أنت. الحمل ده لازم ينزل. ومسلسل جميلة للفنانة ريهام حجاج. أنا ابتديت مشوار وهكمل جلالة. على شاشة القناة الأولى تتواصل الإطلالة البرامجية الخاصة، فيستمر النجاح للعام الثالث على التوالي مع العلامة الدكتور علي جمعة وبرنامج مصر دولة التلاوة، الذي يغوص في سيرة القراء العظام ومقامات التلاوة وألحان السماء وأصواتها المصرية الساحرة. كما يرصد برنامج فوارس الإسلام حكايات رموزه ورافع راياته، ويتجدد اللقاء يومياً برسالة الإمام الطيب شيخ الأزهر، ويضيء الشيخ الشعراوي بتفسيره الفريد لآيات الله قلوب المؤمنين، ويواصل الدكتور عمرو الورداني حلقاته ولا تعسروا، فيصبغ المسائل الفقهية بروح العصر ومقتضيات الحياة، ولا يتوقف شجن حكاوي الأهاوي، فيعود بحكايات جديدة توفق روح مصر ولا يليها مع المذيعة رشا الجمال. وينتقل أحمد عطلة بين شرفات الموسيقى والمواويل ليكشف لنا عبر مصر تغني طبقات الشجن في ربوع المحروسة. ولا يحلو رمضان إلا بأطباقه العامرة على موائد العائلة، فيقدم الشيف أحمد المغازي في برنامج أكلة أمي المزيد من الوصفات الصحية الشهية بمشاركة مجموعة من مذيعين ومذيعات القناة الأولى. وتستمر تغطيات الأولى الإخبارية في رمضان تلهث وراء الحدث وتقتنص السبق، ويستمر التواصل مع مشاهدينا من صباح الخير يا مصر لنشرات الأخبار إلى التاسعة، وجبة رمضانية من الترفيه والمعرفة والمتعة. وكل عام وأنتم بخير. رمضان كريم. كل ده بقى عندي أنا. شفت احنا جابوا الترابيزة بتاعتي، الكرسي فاضي دلوقتي، الكرسي مليان كله عندي. المهم تعالوا بقى نروح للقناة الأولى. يمكن زي ما حضراتكم سمعتوا كده، وهو بيدلنا ملخص عام عن الأولى مقدمه لنا ايه. انا عجبني جدا بالمناسبة ان احنا عندنا 1-2 ثلاث أجيال في برامج دينية وتفسير. يعني هتلاقي مولانا الشيخ الشعراوي، وبعدين هتلاقي مولانا الدكتور علي جمعة، وبعدين هتلاقي الجيل بقى يسلم جيل، وبعدين الجيل بقى بتاع الدكتور عمرو الورداني. دكتور عمرو الورداني جيلي بقى، فيعني وصلنا على مشارف 50، فاحنا كده تمام، لسه صغيرين برضه. فهنا هتلاقي ثلاث أجيال، والثلاث أجيال هنا كل يقدم بما يتفق مع علمه، يتفق مع وقته، يتفق مع زمنه بالمناسبة. وفي نفس الوقت البرامج الثلاثة مختلفة، يعني انت هتلاقي مولانا الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه بيتكلم في مواضيع تختلف عما يتحدث في مولانا الإمام العلامة الدكتور علي جمعة، يختلف عما يقدمه لنا الدكتور عمرو الورداني في برنامجه ولا تعسره. هتلاقي طبعا زي ما انتوا شايفين عندنا رشا الجمال وحكاوي القهاوي، برنامج ممتد يعني من ابنة أو من أم إلى ابنة. رامي محمد، رامي لا ده انا رامي ما سبتوش بقى، كان قاعد معايا قبل الحلقه كل ودني لمده 45 دقيقه. والله رامي ده مذهل، بس برنامجه حلو. كل ودني بس برنامجه حلو، فوارس الاسلام. عايز اقول لكم ان برضو من ضمن الحاجات الحلوه بقى، وده عاجبني جدا، ان المسلسل اللي عن سيدنا الامام الشافعي
رضي الله عنه وأرضاه، اللي هو رسالة الإمام، وهو من بطولة خالد النبوي، موجود معانا بقى هنا في القناة الأولى. ده بجد مش هزار، ده حاجة بالنسبة لي رائعة جدا 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 جدا، لأن أنا من الناس اللي دايما تشجع قوي وتهتم بالنوع ده من المسلسلات. المسلسلات اللي بنطلق عليها ما بين قوسين مسلسلات التاريخية، دي مهمة جدا قوي خالص. كمان أنا من الناس الذي لا أستطيع أبدا إخفاء إعجابي الدائم والشديد وحبي لياسر جلال، واحترمه جدا بالمناسبة، فطبعا عنده علاقة مشروعة. لا ده اسم المسلسل. أما ريهام حجاج فموجودة معانا برضو على شاشة الأولى بمسلسلها جميلة. طيب تعالى بقى، أنا كنت بقولك على إيه؟ على البرامج بتاعتنا الموجودة، وهي البرامج لو صح تعبير البرامج الدينية. عندنا برنامج دولة التلاوة، وده مع العلامة الدكتور علي جمعة. ده أظنه هيطلع حتة برنامج مفيش بعد كده. معانا كمان زي ما كنت بقول لكم رامي، زميل العزيز رامي محمد، عامل برنامج فوارس الإسلام. ده بقى عبارة عن مجموعة من الحكايات عن مجموعة من رموز قادة المسلمين ورافعي رايته. والحقيقة حتى هو بيتكلم معايا، قاعد حكالي على ازاي حاول قدر الامكان يعملوا البرنامج مرتبط بالشهر الفضيل، وفي نفس الوقت يبقى مرتبط قدر الامكان باللغة المصرية الهادئة المتوسطة البسيطة، بحيث ان كل الناس تقدر تتفرج على البرنامج فيخلو من التقعير ويمتلئ بالايه؟ بالمعلومات. معانا برنامج كمان رسالة الامام الطيب لشيخ الازهر الدكتور احمد الطيب. طيب ومعانا بطبيعة الحال تفسيرات مولانا الإمام رحمة الله عليه الشيخ الشعراوي، وطبعا تفسير الشيخ الشعراوي الفريد دايما بطريقته، خد بالك بطريقته وبأسلوبه. يمكن حتى كان جزء من كلامي مع زميلي رامي محمد على ازاي الإمام الشعراوي كان يتكلم مع الناس بلغة شديدة البساطة، شديدة السلاسة، شديدة السهولة، فالتفت حوله الملايين من مصر ومن كل العالم الإسلامي. ليه؟ كاريزماتيك. ليه؟ بسيط. بس بمنتهى البساطة. طيب هتيجي تقول لي وماذا عن علمه؟ أقول لك أيوة، مفيش خلاف على أنه مولانا الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه كان إماما عالما. العلم موجود، القدرة على إعطاء العلم هي دي بقى التميز. طيب برنامج ولا تعسروا، احنا هنا بنتكلم على صياغة المسائل الفقهية وشرحها ولكن طبقا للعصر. طيب ايه علاقة طبقا للعصر يا يوسف؟ اقول لك طبعا اذا كان الرسول اتكلم على كده، انتم اعلم بامور دنياكم، يعني الأمور بتفسر وبتليق على حسب المجتمع اللي انت فيه، العصر اللي انت عايش فيه، إلا في الثوابت المذكورة في النص القرآني الكريم بس. أما كل ما هو فقه فهو إيه؟ آراء، فيها المختلف عليه وفيها المتفق عليه. صح؟ جميل. طيب بناء على ايه؟ جزء منها بيبقى بناء على العلم. انا هنا بكلمك على العلم، العلم الانساني، مش العلوم الربانيه، مش العلوم القرانيه. طب وايه تاني؟ متطلبات العصر والمجتمع وتحولاته وتفاعلاته وما الى ذلك. طب اخدك بقى من ده ونروح على حكاوي القهاوي، واللي بيرجع لنا بحكايات جديده مع زميلتنا العزيزه جدا رشا الجمال. مصر تغني، ده برنامج انا بحبه قوي قوي قوي، مصر تغني واحمد عبد الله. فبحب البرنامج ليه بقى؟ انا اقول لك، ده برنامج بيوري لك ان مصر لم تتوقف عن الغناء منذ وجود وظهور اول مصري على سطح هذه الارض. يعني اول ما قلنا يا جماعه الارض دي اسمها مصريم او مصر او 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 او، احنا بنغني، وبنغني من اول ما بنصحى الصبح لحد ما بننام. البياعين في الشوارع بيغنوا، العمال بيغنوا وهم واقفين على المكن وهم شايلين الغلق، البنات بتغني على مكن الخياطة، احنا بنغني واحنا رايحين المدرسة او واحنا راجعين، حتى لو غنى فيه تريقة وضحك وهزار. المصري بيغني، هو فعلا مصري تغني. احمد الحقيقة عامل حاجة لطيفة، هو جايب لك الغنى
في مصر المحروسة من الشمال للجنوب، من الشرق للغرب. أحمد ما سابش نقطة في مصر ما بيغطيهاش. برنامج فعلا مفيد ومهم قوي تشوف هنا قوة مصر، أم 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 الدنيا. طب أنا بالذمة هو في أم دنيا غيرنا؟ طب إحنا أم الدنيا بالحضارة، بالتاريخ، بالعلم، بالفلسفة، بالتنوير، بكل ده. فطبيعي ان احنا يبقى في عندنا برنامج. حتى لما قعدت مره اتكلمت انا واحمد عبد الله من حوالي شهر كده، 30 حلقه ما يكفوش، ده ولا 365 حلقه احمد عبد الله، انا اسف، قلت احمد عبد الله مين؟ احمد عبد الله السيناريست والمنتج، ما ينفعش يا جماعه. المهم فقعدنا نتكلم انا وهو من حوالي شهر على انه ال 30 حلقه فعلا ما يكفوش، ولا حتى ال 365 على حجم انواع الغنى، انواع الغنى اللي في مصر. مش هقول لك بقى الفرق ولا الانواع واساليب الغنى، ما يكفوش. تعال بقى نروح على الاكل اللي انا بحبه وبموت فيه، وان كنت بصوا ساعدوني بقى وعايز كله يساعدني في ده والله، بالنصح والارشاد طره، وبانه محدش يغريني بالاكل طره اخرى. انا واخد قرار وحاطط لنفسي تارجت في رمضان اخس 10 كيلو. هعمل ايه ما اعرفش، بس هخس. ما بحبش الحلويات يا عمرو، عمرو بيقول لي كنافه، ما بحبش الحلويات. عمري ما كانت مشكلتي حلويات ابدا، انا مشكلتي الكميات. انزل كده اخلص لك تربيزه زي دي، بس في سني ده بقيت يا دوب اخلص نصها. انا بقى عايز اخلص يا دوب على الربع كفايه. اه والله. اكله امي للشيف احمد المغازي، وبمشاركه مجموعه من المذيعين والمذيعات في القناه الاولى المصريه. اما صباح الخير يا مصر فيفضل دايما موجود معانا وده طبيعي، وما يليه بقى من تغطيات اخباريه وحتى البرنامج الافضل الاجمل الاكبر الاشهر الاوسع جماهيريه الاعلى مشاهده. شوف التواضع اللي انا فيها يا ملاح. اه والله العظيم. شوف انا ما احبش اقول غير الحقيقه. طب بالمناسبه بقى البرنامج ده فعلا غالبا، يعني انا ما عنديش احصاء مكتوب يعني يقول كده، بس غالبا يعني هو ده اكتر برنامج بيشوفه المصريين. اه والله العظيم ده احساسي او انطباعي، مش احساس، انطباع يعني باخده لما بشوف الناس في الشارع. طب ناس مين بقى؟ هتقولي ناس مين؟ اقول لك بسطاء هذا المجتمع، أهالينا. أنا راجل بجد يعني أحب قعدة الارصفة وقعدة الدكة قدام العمارات وحاجات زي كده، والرغي مع الناس اللي واقفة في الكشك وكلام من ده. فأنا بنبسط جدا، مش إن هم عرفوني، لا، أنا بنبسط إن هم بيتفرجوا على البرنامج وبيقعدوا يتناقشوا فيه، وأنت قلت كذا، ويختلفوا معايا ويتفقوا معايا. المهم إنه والله بكلمك بجد، فإحنا موجودين معاكم من صباحية ربنا، صباح الخير يا مصر، تغطيات برامج تاسعة. طيب ده كده قناة الأولى، قناة مصر الأولى.